إذن الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم إن شاء الله بمعالجة تمارين سلسلة متعلقة بمتجهات الإزاحة، درس الخاص بالسنة الثانية ثانوي إعدادي. نبدأ مع التمرين الأول. أذكر بأنه يمكنكم تحميل السلسلة من الرابط أسفل الفيديو. إذن أول تمرين، أتمم باستعمال عبارة خطأ أو صحيح معالجا جوابك انطلاقا من الشكل. إذا لدينا AM تساوي BC، المتجه AM تساوي المتجه BC، متجه AM تساوي BC. الجواب بطبيعة الحال خطأ، لأن AM و BC ليس لهما نفس الاتجاه، لأن المستقيمين AM و BC ليس متوازيين. إذا AM و BC متجهتان، AM و BC ليس لهما نفس الاتجاه. هل المتجه AM تساوي المتجه CN؟ هل المتجه AM تساوي متجه سين؟ لا، AM لا تساوي سين. إذن هذه العبارة خاطئة، لأن AM والسين ليس لهما نفس لونها، فمنح AM نحو اليمين في حين أن منح سين نحو اليسار. إذن ليس لـ AM والسين نفس المنحة، وبالتالي فAM لا تساوي متجه AM لا تساوي متجه سين. هل المتجه BM تساوي المتجه BC؟ هل BM تساوي BC؟ الجواب لا. إذا BM لا تساوي BC عبارة خاطئة. لماذا؟ لأن BM و BC ليس لهما نفس الاتجاه، أي أن BM و BC ليس متوازيين. هل المتجهتين DN و MB متساويتين؟ DN و MB، DN و MB الجواب صحيح. لماذا؟ لأن DN BM عبارة عن متوازي أضلاع، لأن D N M B متوازي أضلاع. إذا أنشأنا D N M B متوازي أضلاع سنجد أنه عبارة عن متوازي أضلاع، D N M B عبارة عن متوازي أضلاع، وبالتالي المتجهتين D N و M B متساويتين. هل المتجهتين A B و B A متساويتين؟ A B و B A الجواب لا. إذن عبارة خاطئة. لماذا؟ لأن AB و BA لهما منحيان متعاكسان، إذن ليس لهما نفس المنحى. هل المتجهتين DA و CB متساويتين؟ DA و CB نعم، جواب صحيح، لأن DA BC متوازي أضلاع، إذن DA تساوي CB، لأن DA BC متوازي أضلاع. هل OA تساوي OC؟ هل OA تساوي OC؟ الجواب خطأ. لماذا؟ لأن OA و OC لهما منحيان متعاكسان، ليس لهما نفس المنحى. هل OB تساوي DO؟ هل OB تساوي DO؟ جواب نعم. لماذا؟ لأن O منتصف DB، لأن O هي منتصف القطاع DB أو القطاع BD. إذا كانت O منتصف BD فإن DO تساوي OB. إذن هذا هو صحيح التمرين الأول. نمر الآن إلى التمرين الثاني. نقرأ التمرين الثاني. ABC مثلث. أولا أنشئ النقطة D بحيث CD تساوي BA. ثانيا قارن المتجهتين AD و BC. إذا لإنشاء النقطة D يكفي إنشاء، بعد إنشاء المثلث ABC يكفي إنشاء النقطة D بحيث CD CD AB عبارة عن متوازي أضلاع. نحصل على الشكل التالي، لدينا ABC مثلث، D نقطة بحيث CD بحيث متجه CD تساوي متجه BA، إذن CD AB عبارة عن متوازي أضلاع. لنبين أن BC تساوي AD. لدينا CD تساوي AB حسب معطيات التمرين، CD تساوي BA، إذن CD AB عبارة عن متوازي أضلاع. وإذا كان CD AB متوازي أضلاع فإن BC تساوي AD، ومن المتجه BC تساوي المتجه AD. تمرين ثالث. نص التمرين هو ABC مثلث، أنشئ النقطتين E و F بحيث AE تساوي BC و AF تساوي CB. متجه AE تساوي متجه BC ومتجه AF تساوي متجه CB. ثانيا بين أن A هي منتصف القطعة
اف. اذا ننشئ مثلث ا بي سي، ننشئ نقطة او بحيث ا تساوي بي سي، معناه ان ا سي بي عبارة عن متوازي الضلع. ننشئ نقطة اف بحيث متجه ا اف تساوي متجه سي بي، معناه ان ا اف بي سي متوازي الضلع. فنحصل على الشكل التالي، لدينا ا بي سي مثلث. ننشئ او بحيث ا او تساوي بي سي، معناه ان ا او سي بي متوازي الضلع. ننشئ نقطة اف بحيث ا اف تساوي سي بي، اذا ا اف بي سي متوازي الضلع. الان نبين ان ا منتصف او اف. سوف نستغل المعطيات، لدينا ا او تساوي بي سي، اذا او ا تساوي سي بي مقابل ا او متجه مقابل متجه ا او يساوي مقابل متجه بي سي، يعني ان او ا تساوي سي بي، اذا او ا تساوي سي بي. بما ان ا اف تساوي سي بي، بما ان ا اف تساوي سي بي، اذا من هاتين المتساويتين، في هاتين المتساويتين لدينا او ا تساوي سي بي، ا اف تساوي سي بي. بما ان او ا و ا اف المتجهتان او ا و ا اف تساويان متجه سي بي، فان او ا تساوي ا اف، اذا او ا تساوي ا اف، وهذا يعني ان ا منتصف القطعة او اف، اذا ا هي منتصف القطعة او اف. التمرين الرابع، نص التمرين هو كالتالي: نعتبر ان الرباعي، نعتبر ان الرباعي ا بي سي دي عبارة عن متوازي اضلاع، ونعتبر الرباعي سي دي او اف ايضا متوازي اضلاع. السؤال هو نقارن المتجهتين ا او المتجهتين ا او و ب اف، نريد مقارنة المتجهتين ا او و ب اف. اذا لدينا حسب المعطيات ا بي سي دي متوازي اضلاع، اذا المتجه ا بي تساوي المتجه دي سي، اذا ا بي تساوي متجه دي سي لان ا بي سي دي متوازي اضلاع. لدينا ايضا ا، لدينا ايضا سي دي او اف متوازي اضلاع، سي دي او اف متوازي اضلاع، اذا دي سي تساوي او اف، اذا دي سي تساوي او اف. من هاتين المتساويتين لدينا ا بي تساوي دي سي، او اف تساوي دي سي، اذا ا بي تساوي او اف، اذا ا بي تساوي او اف. اذا كانت ا بي تساوي او اف فان ا بي اف او متوازي اضلاع، وبالتالي فان ا بي تساوي، وبالتالي فان ا او تساوي ب اف، اذا ا او تساوي ب اف. لماذا؟ لان ا ب اف او، ا ب اف او عباره عن متوازي اضلاع، اذا ا او تساوي ب اف. اذا اعيد، لدينا ا ب سي دي متوازي اضلاع، اذا المتجه ا ب تساوي المتجه دي سي، بما ان سي دي او اف متوازي اضلاع، اذا دي سي تساوي او اف. بما ان ا بي تساوي دي سي و دي سي تساوي اف، اذا ا بي تساوي اف، وبالتالي ا بي اف او متوازي اضلاع، اذا المتجه ا او تساوي المتجه ب اف. التمرين الخامس، ا بي سي مثلث قائم الزاوية في ا. اولا انشئ النقاط دي و او و اف بحيث ا دي تساوي ب ا، ب او تساوي سي ا، و سي ا تساوي دي اف. السؤال الثاني، بين ان الرباعي ب او اف دي مستطيل، إذا ننشئ الشكل، لدينا أ بي سي، أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ. ننشئ النقطة دي بحيث أ دي تساوي بأ، أ دي تساوي بأ، أ دي تساوي بأ، معناه أن أ منتصف القطعة بي دي. بي أو تساوي سي أ، معناه أن بي أو أ سي متوازي أضلاع. بي أو ب أ تساوي سي أ، معناه أن ب أ
BE AC متوازي أضلاع، CA تساوي DF، CA تساوي DF معناها أن CA F D عبارة عن متوازي أضلاع، ونحصل على الشكل التالي. إذا لنبين أن الرباعي BE F D متوازي أضلاع، الرباعي BE F D متوازي أضلاع. إذا ننطلق من المعطيات، لدينا CA تساوي BE، CA تساوي BE، بما أن CA تساوي DF فإن BE تساوي DF، وهي لدينا CA تساوي BE، بما أن DF تساوي CA، إذا BE و DF تساويان CA، بالتالي متجهتان BE و DF متساويتان، إذا كانت BE و DF متساويتان فإن BEFD عبارة عن متوازي أضلاع، إذا BEFD متوازي أضلاع، يكفي أن نبين أن متوازي أضلاع BEFD له زاوية قائمة، نستنتج أنه مستطيل، إذا لنبين أن متوازي أضلاع BEFD زاوية قائمة. لدينا BA تساوي AD، لدينا BA تساوي AD أو AD تساوي BA، لدينا BA تساوي AD، إذا A منتصف BD، لدينا BA تساوي AD، إذا A منتصف BD، ومن النقط B و A و D مستقيمية، وبالتالي المستقيم BD هو نفسه المستقيم BA، أي أن المستقيمين BD و BA منطبقان، يعني أن مجموعة النقط BD ومجموعة النقط BA منطبقتان، أي المستقيم BD و BA منطبقان يمثلان نفس المستقيم. بما أن ABC مثلث قائم الزاوية في A، فإن CA عمودي على BA، CA عمودي على BA، بما أن BA و BD يمثلان نفس المستقيم، والCA عمودي على BD، إذا CA عمودي على BA، وهي لدينا ABC مثلث قائم الزاوية في A، إذا CA عمودي على BA، بما أن BA و BD، BA و BD يمثلان نفس المستقيم، إذا CA عمودي أيضا على المستقيم BD. لدينا CA تساوي BE، لدينا CA تساوي BE حسب المعطيات، إذا مستقيمان، إذا متجهتان CA و BE لهما نفس الاتجاه، لأن CA و BE متوازيان، إذا مستقيم CA يوازي مستقيم BE، لدينا CA عمودي على BD، CA يوازي BE، إذا من هاتين النتيجتين لدينا BD عمودي على CA و CA يوازي BE، إذا BD عمودي على BE، إذا BD عمودي على BE، وبالتالي بينا أن BEFD متوازي أضلاع، وأن ضلعاه BD و BE متعامدان، وبالتالي فهو عبارة عن مستطيل. إذا BEFD عبارة عن مستطيل. المتجهات والإزاحة، والتمرين السادس، A B C D شيء منحرف قاعدة A B و D C، إذا A B C D شيء منحرف قاعدة A B و D C، ونعلم أن قاعدة شيء منحرف تكونان دائما متوازيتين، إذا A B و D C، E نقطة من القطعة A B و F نقطة من القطعة D C، بحيث المسافة A E تساوي مسافة CF. لنبين أن A E C F عبارة عن متوازي أضلاع. إذا لدينا A B C D شيء منحرف قاعدتها A B و D C، ومنه A B يوازي D C، إذا القاعدتان تكونان دائما متوازيتين، قاعدة شيء منحرف دائما متوازيتين، إذا A B D C D شيء منحرف قاعدتها A B و C D، إذا A B يوازي C D. بما أن E تنتمي لـ AB و F تنتمي لـ CD، فإن AE يوازي CF، إذا AE و CF متوازيان، إذا أعيد، لدينا AB CD شيء منحرف قاعدة AB و CD، إذا AB يوازي CD، بما أن E تنتمي لـ AB و F تنتمي لـ CD، إذا AE يوازي CF، وحيث إن AE يساوي CF، حيث إن AE تساوي CF، فإن نحصل على رباعي محدد، نحصل على رباعي A
اف سي او اف سي او رباعي محدد له ضلعان متقابلان متوازيان ومتقايسان لان ا او يوازي سي اف و ا او تساوي سي اف. اذا وحيث ان ا او تساوي سي اف فان ا او سي اف عبارة عن متوازي اضلاع. إذن أعيد أن A B C D شيء منحرف قاعدة A B و C D. إذن A B يوازي C D بما أن E تنتمي لـ A B و F تنتمي لقطعة C D فإن A E يوازي C D وحيث أن A E عفوا فإن A E يوازي C F وحيث أن A E يساوي C F نحصل على الرباعي A E C F له ضلعان متقابلان متوازيان ومتقايسان إذن فهو عبارة عن متوازي أضلاع. وإذا كان AEF متوازي أضلاع فإن AF تساوي CE فإن المنتج AF تساوي CE لأن AEF عبارة عن متوازي أضلاع. إذن انتهت حصة اليوم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.